دياب اتوحشتني قوي 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 يا سي دياب. وانا كمان اتوحشتك. كيفك وكيف ولدي؟ بخير يا سيدي طول ما انت بخير. المهم دلوقت اراضيك فين؟ عمل زي الطير المهاجر، كل ليلة ببياتي، كل بياتي بليلة، عمال ألف وأدور في بحر مالوش أول ولا آخر. يا حكمة إن شاء الله ترسالك على بر يا سيدي، البيت مالوش عازة من غيرك. تعيش يا حكمة. أنا مش مصدق إنك واقف قدامي دلوقتي. نورت بيتك يا سيدي. المهم خير. بعد الموت الكبير مفيش خير واصل. في مرارة بحلقي، حاسس روحي بتتسلت مني، حاسس الدنيا خر مبره، شايف شو قدامي واصل. ليه بس يا سيدي؟ معيش فلوس، دي حتى حصلت طاهر يصرف علي. سلامت روحك وقلبك يا سيدي، وما تشيلش هام، واصل الخير كتير والحمد لله. خد دولي. جبت الفلوس دي منين يا حكمت؟ اوعاك تكوني بعتي. لا بعت ولا اشتريت يا سيدياب. عمك وعياله ما رديوش يدوني ايجار الارض، شيعت لهم عمي صادق بيه، هو اللي جاب لي الفلوس مني. خدهم يا سيدياب، خدهم، دي نصيبك من ايجار ارض ابوك الله يرحمه. ربنا ما يحرمنيش منك واصل، وخليك لي يا ام منصور. وعمي الخسيس ده ليه حساب تاني معاه. سيبك من كلام ده دلوقتي. المهم انا توحشتك قوي قوي يا سيدي. ايوه حاضر حاضر جايه. ها في حد عندك يا حكمت؟ حد زي مين؟ أمال إيه الصوت الخشن اللي سمعناه ده؟ قصدك إيه يا نجيب؟ هيجي منين الصوت الخشن؟ أيوة صح، إيه اللي هيجيب راجل هنا؟ أي قالت لك ها؟ عن إذنكم عاد تعبان وعايزة أريح جدتي شوية. إذنك معاكي يا غالية. يلا يا أختي مشي. خدي يا حكمت، ما فيش وقت. اهدول مفاتيح مخازن السلاح، ابوي ادالي النسخة دي في اخر نوبة جانبيه. المفاتيح دول امانة في رقبتك، وطاهر حيكون حلقة الوصل بيني وبينك. حلقة وصل ايه؟ ما فهمتش. المخازن مليان اسلحة على اخره، لازم نتصرفوا بالبضاعة، عاوزين فلوسها قوام. وانا مالي ومال الكلام ده يا سيدي؟ انا مليش خالك يا حكمت، انتي مراتي وسندي وستري علي، ولا ناوي تعمليني عاد؟ انا فداك يا سيدي، بس انت عارف انا ماليش في الكلام ده. طاهر معاكي حيقول لك على كل حاجه، بس اوعي تعمليه وتخليه يروح المخازن لحاله، ده مهما كان غريب ومش منيني. اللي في المخازن دي مالنا ومال عيالنا، ودي اماني يا حكمت بامنها لك. سيدي الامانه دي تقيله قوي. وانت كدها وكدود، هتوحشك قوي يا خالي. هنقعدوا كتير على الحال دي؟ الصبر يا حبيبي، الصبر لازم نضادوا للريح شويه بدل ما نعافروا ونتكسروا. ما عاش ولا كان اللي يكسرك. كنت عارف انك اصيله من اول يوم شفتك فيه. خلي بالك من ولدي. Thank you.
بس انت يا شاهين ده دلوقتي حامل في السابع يا حبيبتي، والشغل ده غلط على صحتك. سيبيها على الله يا ماما، ان شاء الله مش هيحصل حاجه. اهم حاجه دلوقتي ان انا اثبت نفسي كمحاميه عشان اعرف اصرف على الطفل اللي جاي ده. ما هو انا خايفه عليكي وعلى بطنك. خلاص ما تتعبيش نفسك يا ماما، انت مش عارفاها دي دماغها ناشفه طول عمرها. بكره ان شاء الله هبقى اكبر محاميه في مصر، وتسمعوا كده صوت شاهين ده نجيب الهلالي وهو بيجلجل في المحاكم. ربنا ينولك اللي ببالك يا رب يا شهندة. يا رب يا ماما، يسمع من بقك ربنا. انا هقوم اجيب حاجه كلها عشان ضغط من لفه على مكاتب المحامين طول النهار. حد عايز حاجه؟ كفايه اكل يا شهندة، خلصت اكل البيت مش لاقي حاجه كلها يا واد. طب يا ماما انا عندي مأموريه برضو، مش عاوزه حاجه؟ لا استنى، عاوز اتكلم معاك كلمتين. انا عاوزك تتكلم مع اختك بخصوص سهر، لازم تبلغه انها حامل وانها على وش ولاده. والله يا ماما حاولت معاها كذا مره، انا صعبان عليا قوي الطفل اللي جاي، واللي صعبان عليا اكتر ساهر. خلاص انت لازم تقول له انها حامل يا ابني عشان نخلص ذمتنا من الله. صح. لا يا ماما مش هتقولوا له حاجه، عشان لو قلت له انا هسيب لكم البيت زي ما قلت، ومش هتشوفوا وشي ولا هتعرفوا لي مكان. يا بنتي حرام عليك تخبي على جوزك انك حامل وتحرمي ابنك من ابوه. وهو مش حرام عليه لما راح طلقني في المحكمه ورماني زي الكلبه وما فكرش يسال عليا ولو حتى بتليفون؟ يا شاهين ده ما يمكن الطفل ده هو اللي قرب ما بينكم ويصفي الامور. كلامك ده كان ممكن لو لسه ليا امل فيه، انما خلاص يا محمد هو بعني وانا مش هشتري حد بعني. فاهم يا محمد؟ مش هشتري حد بعني. طب بس انا عايزه افهم، انت ايه اللي معصبك دلوقتي؟ يا حبيبتي في ايه؟ مالك؟ ماما انا تعبانه قوي يا ماما. مالك يا شهندة؟ مالك؟ انت بتقول ايه يا محمد؟ زي ما بقول لك كده، شهندة كانت حامل وبتولد دلوقتي في المستشفى، واظن من حقك تعرف ان هيبقى لك ابن. وازاي يبقى في طفل بطنها مني ومحدش يقول لي يا محمد؟ وكمان بتسيبوني اطلقها؟ انت نسيت انت عملت فيها ايه؟ وهي كانت في حاله وحشه قوي، كانت مصممه ما تقولكش. يعني هي خبت عليها 9 شهور عشان تفوت عليها فرصه ترضاها لعصمتي وخلفت شرع ربنا؟ اخوك يقتل بنتي بعز شبابها، واختك تحرمني من حفيدي، انتوا ايه؟ مش سلاطين عليا؟ ليه بتحرموني من كل حد بحبه؟ ليه؟ ليه مفتريين؟ ليه يا ظلمه منكم لله؟ انا عملت اللي عليا وجيت قلت لها عايز تروح تشوفها اتفضل، مش عاوز انتحار. الله يرحمك يا معتز يا اخويا، الله يرحمك. فعلا حبايبه كانوا كتير. شاكرين يا باشا على التسهيلات اللي انت عملتها معانا دي. لا شكر على واجب يا فندم، تحت امرك في اي وقت. متشكره جدا، انا فعلا عايزه عن الشكر. لا شكر على واجب يا مدام ايمان، ده المرحوم معتز كان اخ بالنسبه لي، واي حاجه حضرتك عايزاها وفي اي وقت انا تحت امرك. متشكره جدا. على فكره كنت هنسى، حضرتك تعرف فين ممكن الاقي المقدم حسام؟ هو حضرتك ما تعرفيش؟ ده المقدم حسام في السجن دلوقتي. هو ساب المكافحه وراح مصلحه السجون؟ لا يا مدام، ده اتمسك في رشوه واتحكم عليه ب3 سنين سجن. رشوه؟ يعني ايه الكلام ده؟ احنا خلاص اتطلقنا. وانا مستعد انسى كل اللي عملتيه واكتب عليكي من جديد بعقد ومهر جديد، بس ابننا لازم يبقى في وسطنا. وانا مش موافقه على الكلام ده ولا يمكن هيحصل. اهدي يا بنتي اهدي، ده انت لسه خارجه من ولاده. عشان ده ساهر لسه شريكي. وانا مش شارياه، ولا يمكن هعيش بقيه عمري مع راجل انا مش مامنه له. ما تنسيش ان انا ابو ابنك ومن حق اعيش معاه. ابنك موجود، ولما يبلغ السن القانونيه ابقى تعالى خده. قبل كده هو في حضانتي وانا اللي هربيه لوحدي. شايفه بنتك وهندى؟ انت ايه يا شيخه؟ انت خايفه تفوري دمنا؟ يا بنتي عشان خاطر ابنك حاولي تنسي اللي فات. مش هقدر يا عمي، والله العظيم ما هقدر. كل اللي اقدر اقوله لكم ان ابنكم موجود، وقد ما تحبوا تشوفوه بقوا تفضلوا، وهو دلوقتي في الحضانه وانتوا ماشيين بقوا تشوفوه. مع السلامه. لا مش وحش. Good girl. وحش. فاكرة يا ماما المقدم حسام اللي هو كان زميل معتز؟ فاكراه ماله؟ النهارده لما رحت الوزارة سألت عليه عشان يساعدني في إجراءات معاش معتز. قالوا لي إنه اتقبض عليه وخد 3 سنين في قضية رشوة. طب وليه يعمل كده بس؟ ما هي دي الفكرة يا ماما، لا يمكن حسام الهلال يعمل حاجة كده. أمال سجنوه ليه؟ أكيد مسكوه متلبس. هو ياما في السجن مظاليم يا ماما. وإيه اللي خليكي متأكدة كده من براءته؟ معتز كان بيعتبره مثله الأعلى. أنا متأكدة إنه بريء.
عموما لو هو مظلوم اكيد ربنا هيقف معاه وهيظهر براءته. يا رب يا ماما. شوفي مين على الباب. حاضر. مين يا إيمان؟ ده بانك ستيتمنت يا حبيبتي. طيب تعالي افتحي. يا نهار اسود، انت سحبتي الفلوس دي كلها امتى؟ فلوس ايه؟ انا ما سحبتش المبلغ ده. يبقى مفيش غيره اللي يكون عمل العمله المهببه دي كده. برضه يا محمد اهون عليك، ما تسالش فيا المده دي كلها. معلش يا استاذ، الواحد كان ظروفه ملخبطه شويه غصب عنك. ظروف ملخبطه ازاي يعني؟ خير؟ امك كويسه؟ لا امي تمام الحمد لله، بس انت عارف بقى ضغطها عالي والسكر بيلعبها من ساعه اللي حصل لك. واضح ان مفيش امل. كتب عليا تعاقب على جريمه انا اصلا ما عملتهاش. ربنا كبير. على فكره شاهين ده خلفت وجابت حسين. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. طب مش تقول لي يا اخي هو في خبر يفرح وفرحني؟ ما انت عارف انا بتنشا على حاجه حلوه اسمعها هنا يا محمد. طمني، رجعت لسير جوزها ولا لا؟ لا لا، مصممه ما ترجعلوش وعايزه تربي الواد لوحدها. ما تعقلها يا ابني ورجعه لها. ربنا يهديها هي كمان. تعمل ايه انت وريان؟ أنا وريان سبنا بعض. سبتوا بعض؟ قالها فسخ الخطوب. طبعا أنا السبب. لا يا حسام، أنت مالكش ذنب. ماليش ذنب؟ لا أنا ماليش غير ذنب. واضح إن بقيت وباء على كل اللي حواليا. محمد رحمة أبوك، أنت مصدق وعارف إن أنا ما عملتش حاجة؟ إيه؟ واضح كده يا حسام إن إحنا كلنا بندفع تمن غلطة محدش فينا غلط. خدوا لي يا طاهر. إيه دي؟ كل ده فلوس يا سيدياب. ايوه مالك اتخدعت كده، خدهم تستاهلهم. ايوه بس انا ما صرفتش كل ده يا سيدياب، وبعدين ده انا لحم كتفي من خيرك. عشان كده انا بديك الفلوس دي كلها، عشان يبقى لحم كتافك من خيري وعلى طول. ربنا يخليك لينا يا سيدياب وما يحرمناش منك ابدا. وعلى راي المثل جيب السبع ما يخلاش، خصوصا لما السبع ده يعاود ويتاجر في السلاح. السلاح؟ أنا نفسي أعرف مين ابن الكذاب اللي قال خد من التل يختل. ده إحنا ممكن ناخد كل اللي في التل ونعمل تل من أول وبديت. قول إيه يا طارق؟ ما بقولش حاجة، بس يعني أنا الفرحة خربطت دماغي وخلتها لي كده متخربطة. طاهر إيه؟ ما عاوزانيش دلوك الدماغ المخربطة، عاوزين دماغ موزونة قوي. موزونة؟ موزونة ومتظبطة، واعتبرني ابن السعادة دماغك اليمين يا سيد الناس. صحيح يا أخي، أنا برضو قلت إزاي ظابط باشا زيك يدخل السجن عشان رشوة هايفة زي دي. 250 ألف جنيه بقى رشوة هايفة؟ آه طبعًا هايفة. إيه 250 ألف جنيه قدام مستقبلي وسمعتي والاسم اللي بنيته في الداخلية؟ وناوي تعمل إيه يا باشا؟ العمل عمل ربنا عريان، حسبي الله ونعم الوكيل. ياه. وانا كنت متخيل ان مصيبتي دي اكبر مصيبه. ما مصيبتك انت تبقى ايه؟ لا صحيح، انت مصيبتك ايه يا سيد دولار؟ عارف مصيبتي ايه؟ مصيبتي اني قلت الحق. يعني ايه يعني؟ مش فاهم ولا حاجه. في يوم واحد صاحبي طلب مني اني ارسم له صوره صاحبته، رسمتها له. بعد ما رسمتها له راح مديني حته حشيش، واضح ان الصوره عجبته. قلت له ما بشربش. قال لي خليها معاك، مس بيها على اي حد من صحابك. وللاسف انا زي الغبي رحت واخدها وحطيتها في جيبي. وانا مروحه قابلني كمين بيفتشوني، لقوا معايا حته الحشيش. وهما بيكملوا تفتيش لقوا في جيبي التاني 100 دولار كنت لسه راسمها. يا نهار ازرق،
يعني القضية بقوا اتنين، مخدرات وتزوير. في حظك الهباب. هو فعلا هباب. صارفين لما رحت النيابة اللي حصل، قال المحامي قال لي ولا تقلق، كل انواع القضايا دي بتخلص بحاجة واحدة بس، قول ان الضابط وهو بيفتشك انت رفضت، واول ما رفضت راح رمي لك الحشيش ورمي لك المية دولار. عدت عليا الحاجات دي كتير. بس للاسف انا رفضت وقلت الحق، واول ما قلت الحق جيت هنا على طول. نورت يا دولار. الموريتك يا حضرة الضابط مبقاش لعله. انا سعيده جدا ان هشتغل مع الاستاذ جلال ابو العزم من اكبر المحامين في البلد. الشرف ليا يا استاذه، وياريت تعتبر المكتب مكتبك، ولو عزت اي حاجه انا تحت امرك. ميرسي جدا يا فندم، ويا رب اكون عند حسن ظن حضرتك وقد الثقه الكبيره اللي حضرتك مديهالي دي. ان شاء الله، انا متفائل فيك خير. اتفضلي حضرتك على الارشيف عشان تشوفي نوعيه القضايا اللي احنا بنشتغل فيها. هتلاقي مدني وتجاري واحوال شخصيه، ولو في اي استفسار انا تحت امرك. اوكي، بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا استاذه، مع الف سلامه. زي ما بقول لك كده يا باشا، حسام الهلالي بيتاجر في حبوب الهلوسه وعامل دولاب، واللي بيساعدوه العيال الجرابيع دولار وعريال. دولاب وحبوب هلوسه؟ انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ بصراحه يا باشا انا ما شفتوش بعناية، بس في مساجين قضوا منه وقالوا لي. والله يا عيال جاي بوظ لي المساجين. اسمع، انا عايزك عينك عليه وعلى اي حاجه بتحصل وسط المساجين. عارف اني بعتبرك عين من عيوني، فاهم؟ انت تأمرني يا باشا، لعله خير ان شاء الله. طيب روح شوف وراك ايه. ماشي يا حسام يا هلالي. جرعي يا انت مش ناوي تتهدي بقى وتبطل شغل الوساخه اللي جواك؟ مش فاهم قصدي سعادتك. ولا امور اللاوع وشغل الحورتجيه ده مش عليا، فاهم ولا لا؟ انا لا ملاوع ولا حورتجي، انت اللي فاهم ولا لا؟ ده انت مش مرتشي وبس، ده انت قليل الادب وبجع كمان. شهر حبس انفرادي، يمكن تتربى يا حسام يا هلالي. انت عامله تعملها يا عمر؟ عملت ايه بس يا ماما؟ اديني سبب واحد يخليك تسحب كل الفلوس دي من غير ما تقول لنا. البنك اللي انا شغال فيه بيدي فايده اكبر من البنك التاني، بس حط الفلوس من هنا حطيتها هنا، بس هي دي كل الحكايه. يا سلام، وطبعا لولا هي اللي قالت لك ما تقولناش، صح؟ وطي صوتك وتكلمي بالراحه يا ريت. خايف على مشاعرها. يا حرام يا حرام، مش عرفنا اصلا نكلمك صح؟ وانا هكدب عليكي ليه بس يا حبيبتي؟ ادينا اللي يثبت لنا الكلام ده. وانا موافق، بس ما تتكلميش مع لولا ولا نص كلمه. لا والله. حاضر حاضر يا عمر. ماما النبي ما تزعلي، تسمعيش كلامها دي. انا اذنك انا رايح اوضتي. من ساعه ما بنت الرقاصه دي جت واحنا ما عندناش غير المشاكل. انا قلبي مش بيطمن. ايمان حاسه انه بيكذب عليا. حاسه انه ماما طول عمره بيكذب علينا يا ماما. والله ما انا عارفه اخر الطريق اللي ماشي فيه ايه يا عمر. كله من العقربه اللي بره دي. استني شويه يا ماما وانا هطفشها لك. وبعدين يا ساهر هتفضل كده ساكت على طليقتك؟ انا رايي يا جماعه نسيبها تهدى شويه، يمكن تفكر ان هي ترجع. مش هترجع يا بابا، شاهين ده عملت كده وخبت حملها 9 شهور عشان تمسك زمام الامور. خلاص ارفع بقى عليها قضيه وجرجرها كمان في المحاكم. يا سلام، واحده تخبي حملها ومش عايزه ترجع لك، ومش عايزاك كمان تستخدم حقك الشرعي ربنا حققهولك. يا ماما اللي بتقوليه ده برضه مش هينفع، لانها ولدت خلاص، وبكده يحق لها انها تقبل او ترفض تعيش معايا. يعني يعني عشان ترجع لي لازم يكون بمزاجها، ده غير بقى ان هجيب لها شبكه جديده ومهر جديد ومؤخر جديد. بنت اللذينه لعبتها صح قوي. يا جماعه يا جماعه، قضيه ايه اللي احنا نرفعها؟ احنا عندنا ولد دلوقتي منها، يعني بقينا اهل، هنزود المشاكل نحط عليها مشاكل تانيه؟ احنا نقعد كده نفكر مع بعض بهدوء ونشوف حل يرضي جميع الاطراف. واضح كده ان الحلول التقليديه مش هتنفع معاها. بقول لك ايه يا عاطف؟ هو احنا يعني مش اصحاب؟ اصحاب ايه؟ ده احنا اكتر من اخوات. طمنتنا الله يطمنك. بس ايه لازمته السؤال ده؟
يعني بصراحة يعني كده أنا كان يعني في طلب كده نفسي أطلبه منك بس مستحي. رقبت يا شقيق. بص أنا معايا 7662 جنيه وربع. كنت طمعان يعني إن أنت تكملهم لي عقبال ما أقفل المبلغ وأعرف أسافر. شوف يا كامل يا أخويا، أنت فاجئتني وأنا مش عارف أقول لك إيه. عشان خاطري يا عاطف، عشان خاطري. ليك وهتاخد وعليا وهديك، أول ما هسافر هلم المبلغ وأرجعهولك بالفوايد كمان. يا كامل يا أخويا، أنا راجل صاحب مبدأ، لا أحب أسلف ولا أحب أستلف، وبزنس إز بزنس. بزنس إز بزنس. ما هو الإيده في المية مش زي الإيده في دورة المية. ده تكميلة وأنت شبه الكشك. إيه اللي بتقوله ده يا طارق؟ أنا برج من نفسي هيطير. والنعمة الشريفة، هو ده اللي حصل. هو ده الكلام اللي قاله لي المعلم شعلان لما عرضت عليه ان احنا نورط له بضاعي. ومين الناس دول اللي ادوا السلاح؟ هو في حد غيرنا في البر كله بيتاجر في السلاح؟ حاولت افهم منه، ما رضيش يقول لي اي حاجه. اسمع يا طاهر. ايه؟ عاوزك تروح لحكمت وتجردوا المخازن مخزن مخزن وسلاح سلاح وما تعوقش، مفهوم؟ مفهوم. ورحمه ابويا لو طلعوا اللي في دماغي صح ما هعتقهم واصل. تعبتي يا ست الناس ولا ايه؟ لا بخير يا طاهر الحمد لله. لكن قلبي متوغوش قوي قوي يا طاهر، دي اول مره اعمل حاجه زي دي. ربنا يجيب العواقب سليمه يا رب. جمدي قلبك امال. ان شاء الله ان شاء الله هنتمم المصلحه على خير. ربنا يسمع منك يا طاهر. بقول لك ايه يا ست الناس؟ خير. واني يعني لما احب اندهلك اقول لك يا ايه؟ قول لي يا ام منصور. إن شاء الله هنتمم بالمصلحة على خير يا أم منصور. يا رب يا طاهر يا رب. على مهلك، على مهلك يا ست هجمة. هو ده المخزن؟ أيوه. هو ماله غريب كده؟ على مهلك يا ست الناس، على مهلك، على مهلك. هدي يا طاهر، تحزني يا مري. فين السلاح يا طاهر؟ ده شكله اتسرق. يا شرم حبيبي اشوف هنا. شوف. يا ليلى سودة، ده مفيش ولا حته سلاح وحدي. خرب بيتك يا دياب، يا خرب بيتك يا دياب. ما تعمليش في نفسك كده. الحقني يا طاهر. منصور الحقني يا طاهر. عشان يا ولدي يا طاهر. لا لا ايه ده؟ الحقني يا طاهر. ايه؟ يا ليلى سودة، ده باين له القرن طش وهتولد الليله. استرها معايا يا رب. يا طاهر. حسام سلمى. وحشتيني يا سلمى. انت كمان وحشتيني، بس انا زعلانه منك. ليكي حق تزعلي. انا لو كنت عرفت احميكي ودافع عنك ما كانش ده بقى حل. بتمنى الموت يا سلمى، بتمنى الموت عشان اجيلك. عايز تموت من غير ما تاخد لي حقي؟ مش انت حسين، انت اقوى من كده. القوة لي حدود يا سلمى. انا خلاص تعبت وكسرت، تعبت يا سلمى. كل عشان تستريح، عشان تقدر تكمل، عشان تاخد لي حقي. ماليش نفس، ماليش نفس يا سلمى. مش عايز تعيش؟ مش عايز تاخد لي حقي؟ كل يا حسين، كل كل كل. تعبان يا سلمى. سلمى 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 سلمى.
سلف. كل يا حسن كل. حبك يا متوكد انه وقت. ايوه يا سيدي يا وقت ومنصور كمان وزي القمر شبهك. الف مبروك يا ابو منصور يتربى في عزك. يبارك فيك يبارك فيك يا وجدان يبارك. نفسي نفسي اشوفه نفسي نفسي اضبه. انا مش عارف اقول لك ايه يا طاهر مش عارف اقول لك ليه. انت من النهارده دراعي اليمين. انا ما عملتش حاجه ده انا ما عملتش غير الواجب. وبعدين انا لحم الدافي من خيرك. بس هو يعني حكمت حصل لها حاجة؟ لا يا ست حكمت بخير والحمد لله. بس فيه مخزن من المخازن اتسرق. تقول ايه؟ أنا روحت أنا والست حكمت أم منصور عشان نجرد المخازن زي ما انت قلت. لقينا مخزن فيهم مسروق. ساعتها هي تعبت وأنا خدتها على المستشفى. عملوها يا العلام عملوها. معقولة؟ ممكن يكونوا هم؟ محدش غيرهم يستجر يعمل كده. كان خبرهم زين. دول يبقوا حفروا قبرهم بيدهم. طاهر تاخد وهدان وتروح على المخازن وكل البضاعة المتبقية تنقلوها للمخزن الاحتياطي. مخزن الاحتياطي؟ ايوه بس يعني انا معرفش حاجة عن المخزن الاحتياطي ده. وهدان خبره زين. المخزن الاحتياطي دي كنا ندار فيه البضاعة لما الحكومة تشم خبر. الحمد لله على السلامة يا جنرال. الله يسلمك يا ولاد. وحشتنا وانت في الانفراد يا فوكس. وانتوا كمان وحشتوني. طمنوني عليكم. ولاد العل ولاد بوب لسه بيرازوا فيكم؟ يرازوا فينا ونرازي فيهم. ايام وبنعديها. بيعجبني تنكتك قوي يا عريان. لو لي صحيح شكلك ابن ناس يعني شكلك افندي. ايه اللي حدفك على السجن؟ قتلت ابويا. قتلت ابوك؟ قتلته ازاي يعني؟ قتلته بالتقسيط المريح على 25 سنه. قتلته هو كل يوم شايف ابنه الوحيد بيتنقل بكاس من ترابيزه خضراء لسهرة حمراء. قتلته وشايف شاع عمره بيضيع جنيه ورا جنيه. قتلته وشايف شركته اللي كبرها وطلع عينه عشان تكبر وتبقى من اكبر الشركات وهي بتفلس وهو غرقان في ديونها لغايه ما صحته راحت. قتلته لان عيل تافه ما بيهموش الا نفسه. يعمل اي حاجه اي حاجه عشان يرضي غرايزه مهما كان الثمن. انت طلعت عيل زباله قوي يا جدع. واضح ان انا كده فعلا. بس هتعمل ايه؟ سي لافي. سي لافي؟ ده انت قلبك قاعد. يعني انت مش ندمان خالص انك دخلت السجن عليها؟ بص يا مومبي ندمان ومش ندمان. لا معلش بقى يا مومبي فهمها لي. يعني ايه ندمان ومش ندمان؟ اكتر حاجه حاسه في نفسي ابويا وهو بيموت قال لي انه لسه بيحبني. بعد كل اللي انا عملته فيه ده ولسه بيحبني. مش مهم انه يحبك، المهم انك تبتدي تحب نفسك عشان ترضيه في تربته. كل اللي انت قلته ده بالسبب يخليك تيجي معانا هنا. بعد ما ابويا مات لقيت نفسي مرمي في الشوارع، ما حلتيش غير كلمتين اللغات اللي بعرف اقولهم على كام بدله سنيه اقضي بيهم الحياه. اشتغلت الناس اللي حواليا ونصبت عليهم. تصدق شكلك يجيب نصاب ونصاب شاطر كمان. اكستريملي شاطر مسيو. ونصبت في ايه بقى؟ كل حاجه بس بشياكه. I have my own style. لا رايق. طب ما دام انت نصاب شاطر قوي كده ايه اللي وقعك وجابك هنا؟ شويه كمبيالات على شيكات اتلسعت ثلاث سنين. ثلاث سنين؟ يبقى بصرة عريان. هون يا رب. خير يا معلم علام؟ عاوز تجابلني ليه عاد؟ اسمعي يا بنت الناس، تلساكي نفسه ومش هطول عليكي.
هقول لك كلمتين تحطيهم حلقه في ودانك. دياب لو ما رجعش البضاعه المخازن زي ما كانت مش هيحصل. طيب خازن ايه وبضاعتي ايه؟ انا ما خبراش، انت بتتحدث علي. بلاش لف ودوران يا مره. انا ما بعرفش الف وادور، ولما تكون في بيت الكبير لازم تلزم مقامك. الكبير الله يرحمه دياب دلوك هو الكبير، ولما تكون في بيته وهو في غيابه لازم تعمل له الف حساب. تبين عليك يا حويطه وهتتعبينا معاكي. وايه المطلوب مني عاد؟ زي ما ابوي قال لك كده، لو البضاعه ما رجعتش المخازن هنجيبه عليها وطيها. انا دخلي ايه بالحاجات دي؟ وبعدين انا ما بتحداش. على اخر الزمن تيجي مره زيكي تتحدى ولاد علام؟ افهموها زي ما تفهموها، وعلى ما في خيلكم اركبوها. كده؟ ايوه كده. ماشي ماشي يا بنت التراشنة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله الجميع. حرام على الجنرال مصطفى. جامع على دولار. ما صليتش معانا ليه؟ انا قلت ما اسيبش عريان لوحده. بس مستعبط ولا انت مالك ومال عريان؟ بصراحه جنرال اصلي ازاي يعني؟ انا مش حافظ حتى الهدف. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر يا بابا؟ الله يكسفك يا بيه. يعني بترسم الجنيه والدولار والين الياباني والبني ادمين ومش حافظ ايتين تصلي بيهم؟ اسمع، كل يوم تقعد معايا شوية، حفظك الفاتحة وكام سورة قصيرة كده تصلي بيها، وما تقولش لحد على الموضوع ده عشان حاجة تكسر. ربنا يخليك ليا يا جنرال، أنا مش عارف والله من وراك كنت عملت إيه. ده طلع النار. ربنا يصلح حالك يا ابني. إيه الفاتحة؟ أنا حتى دي مش حافظها. قول ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. لا مش الرحمن الرحيم، الرحمن. مخارج الحروف مهم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يابا يابا اصحى يابا، يلا عشان تاخد الحقنه. يلا يابا اصحى، ده انت بقالك كتير نايم. يابا بابا يابا بابا ابويا لا إله إلا رجعون، لا إله إلا إله رجعون. Thank you.
ايه يا طاهر؟ تفضل قاعد كده لوحدك؟ ما جايه في حياتك، شد حيلك. حيلي انقطع وهدان، وسندي انكسر. الله يرحمك يا ابوي، وجوده جنبي كان مصبرني على حاجات كتير. حنيته كانت بتقويني على الشرور اللي حواليا. عندك حق، عندك حق. الاب ده نعمه كبيره قوي، ما يحسش بيها غير اللي انحرم منيها زينا. احنا انحرمنا من حاجات كتير، بس كلكم ودينكم تاني. الله يصبرك. اسمعوا، انا حقابل عمي طاهر، رتب لي الموضوع. حاضر يا كبير. طاهر، انت مالك كده من يوم ما رجعت من بلدكم؟ حصلت حاجة؟ تشغلش بالك يا سيد الناس، دي كلها حاجات بسيطة. عاوزين تكبروا على قفاي وانا ساكت؟ والله ما كانش العشاء. هو انت كان حد عارف لك طريق جره اياك؟ اديني جيت اقول لكم انه دياب البطاش لسه عايش ونفسه ما تكتمش في الدنيا. ما عاش ولا كان اللي يكتم نفسك يا ود اخوي، بس انا عاتب عليك. عتبان علي فيه؟ ليه تنقل البضاعه من المخازن من غير ما تدينا خبر؟ طب سطر ده عليكم بعد ما بعتوا بضاعتي بدون ما تدوني خبر من مخازني. المهم فين بقيه البضاعه دلوقتي؟ البضاعة دي حقي وورثي من ابويا واخويا. وافرض خدت البضاعة يا سيدي ياب، تقدر تقول لي كده هتعمل بيها ايه وانت هربان من الحكومة؟ انما انت لو معانا هنزوجها لك، هنزوجها لك ونحولها لك فلوس سايلة كمان تسندك وقت ازمتك. برافو، برافو عليك يا دمار، بس على شرط. شرط ايه؟ تدوني حقي من البضاعة اللي بعتوها. وماله؟ حقك موجود، 50% من ثمن البيعة تاخدهم على دير مليم. 50%؟ والبضاعة كلها ملكي. ونسيت ثمن التسويق إياك. 50% ثمن التسويق؟ وهي سهلة يا دياب، دي مخاطرة واعرة قوي وأنت عارف. ولولا أنا كانت بضاعتك في المخازن صدت من زمان. ده آخر كلام؟ أيوه ده آخر كلام يا دياب يا بطاش. ولو ما عجبكش روح دور على حد غيرنا يسوقها لك، بس خلي بالك لا الهفه منيك وانت هربان من الحكومه ومش داري بحاجه. اعجل يا دياب وفكر في مصلحتك وارضى بنصيبك بدل ما تطولش حاجه. وما تنساش وضعك دلوقتي، لازم تعرف يا دياب انك هربان من حكم الاعدام وما انتش حر نفسك، يعني لو جزفت في لحظه ممكن ينقبض عليك وتخسر كل حاجه. ها قلت ايه؟ ماشي يعني موافق. طاهر المصطهي حيكون حلقة الوصل بيني وبينك، حيقول لكم على كل حاجة وتدوني حقي بعد كل عملية. يبقى اتفقنا يا ود اخوي. اتفقنا، اتفقنا يا عمي. كلها كم ألف وجاي لك يا أطلي. جنرال عايزك تقول لي إيه رأيك في الصورة دي؟ يا ابن الجنية، ده شبه الخالق الناطق. شبهك؟ يعني مش أنت؟ قول لي هذا دولار، هو أنت تعرف ترسم أي حاجة وأي حد كده؟ أه بعرف أرسم أي حاجة وأي حد، بس على شرط يكون الحاجة اللي بحبها والبني آدم اللي بحبه.
انا صح؟ تصدق فنان انا برضه خد بالك. تسلم ايدك يا حبيبي يا جنرال. ايه ده؟ انا شفت لك الحاجه اللي بحبها والبني ادم اللي بحبه. ولو كبرت وبقيت شبه ابوك يا واد يا منصور احلويت يا واد كده. يا واد ما تطلعش شبه امك. انا زعلانه منك يا منصور. مش تبقى شبه امك. ادخل. صباح الخير يا ام منصور. صباح الخير يا منصور. يسعد صباحك يا وداد. طاهر في المندره تحت وعاوز يجابلك. طب خليكي مع منصور، اوعى تتشادع عبات ما تجيلك. ها صباح الخير يا ام منصور. يسعد صباحك يا طاهر. براوة عليك انك ما عوجتش علي. هو نقدر ده، احنا عندنا حاجات يامي ولازم نوفيه. يا مسهل يا رب. بقول ايه المفاتيح ها، روح انت وما تعوجش علي. ايه دي، هو انت مش جاي معاي؟ مش هينفع، الواد منصور سخن هبابي ومش هينفع اسيبه واجي معاك. روح انت، دار امان. يعني هو انت واثقه فيا للدرجه دي؟ طبعا يا طاهر، امال ايه، ده كفايه وقفتك معايا الفتره اللي فاتت كانت وقفه راجل صح. خدامك يا ام الغالي. تعيش يا طاهر. طب انت مش عايزه مني اي خدمه؟ لا بس روح بسرعه وتعالى اديني المفاتيح ها، وخلي بالك على نفسك. كله على الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ انت حسام الهلالي؟ اي انا حسام الهلالي. انت مين؟ انت ما تعرفنيش ولا عمرك شفتني قبل كده، لكن انا عارفاك كويس قوي ومش ههدى ولا يهناني باجر لما اخد بطاري منيك. ايه ده اصلا؟ دراست انت وانا اعرفك؟ عمري شفتك قبل كده؟ عايز تعرف انا مين؟ انا حكمت. لا اله الا الله، حصل لنا الرعب يا ست حكمت. ممكن اعرف بقى حكمت مين؟ مرات دياب البطاش اللي قبضت عليه وقتلت ابوه واخوه، قتلت معاه اخوي المحروس وحركت قلبي عليه. انا قمت بواجبي، جوزك واهلك هم اللي غلطانين. بدل ما تيجي تلوميني يا ست حكمت، روحي لومي عليهم ان هم مشوا غلط. عيشتك لغاية دلوقتي هي اللي غلط، بس أنا هصحح الغلط دي وقريب قوي. الله 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 الله، ده أنتِ جاية فاردة قلوعك بقى وبتهدديني. لا أنا جاية برد ناري وأتشافى فيك لحد ما يقون الأوان وآخد بتاري منيك وأريحهم في قبرهم. جوزك غدر بيا وضربني في ضهري، وأنتِ بسلامتك جاية تهدديني النهاردة؟ يا سلام، ده انتوا عيلة بجحة بجاحة. واضح ان الخيانة والوساخة والجبن مقصلين في عيلتكم حتى النسوان. اسمع يا ست انتي، انا لما جيت اواجهكم جيت من وشكم، ما لفتش زي الحية وجيت من ظهركم، علشان انا على حق وانتوا على باطل. قبل حكمت الزيارة انتهت. أني بحتكم على 50,000 جنيه؟ أني مش مصدق نفسي. الله يرحمك يابا، لو كنت شفت المبلغ ده كنت مت تاني. اتدفوا جنب بعضيكوا اتدفوا. ربنا يخلي لنا سي منصور الصغير اللي أدم وأدم الساعة، وحيخلينا نعوم على وش الفتة. ولع لي يا زميلي. وماله؟ في مصلحة تعض فيها معايا؟ أعض؟ ما أعضش ليه؟ إرغي.
المعلم مبالغا بيصبح عليك وبيقول لك في واحد في زنزانتك عايزين نفسحه. وانا ايه المصلحه اللي هتقعد عليا؟ 10,000 جنت، نصهم في اول عمليه والنص الثاني بعد ما تخلص. وده مين ده بقى اللي امه هتلبس عليه اسود بالصلاه على النبي؟ حسام الهلالي. لعله خير ان شاء الله. انت تعرفه ولا ايه؟ ايه اللي اعرفه؟ ده اعز قعد قائل. حلوه دي يا صاحبي. سلام. سلام. والله وقعت على حجر يا حضرة الصاب. توحشتك قوي 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 يا سيدياب. وانا كمان توحشتك. الله يرحمك يا ابوي، كان نفسه يشوف ولدي وهو راح ما شافش ولدي. حقك علي يا منصور، سامحني يا ولدي، سيبتك من غير لا ظهري ولا سند. ما تقلقش يا سيدي، انا ظهره وسنده لحد ما ربنا يلم شملنا من تاني. جدها وجدود يا حاج. عشان تعرف اني جده انك اتجوزت مره بمية راجل، انا كلمت ابو لغم عشان ما يقتل الواد الهلالي، ورحت له واتشمت فيه كمان. رحت لمين؟ واد الهلالي. ايه اللي خلاك تعملي كده؟ كيف تروحي له وتخليه يعرف شكلك وفصلك ووصلك؟ غصب عني يا سيدياب، نار التار كانت قايده جوايا، ما فشيتش غلي غير لما رحت له في حبسته واتشمت فيه كمان. وبعدين ما يعرف شكلي، ما هو ميت ميت. اللي عملتيه ده اكبر غلط وكفايه لحد كده. يعني ايه؟ يعني تطلع برا الموضوع، ده تاري وانا اللي كفيل اخده. واه، تنسيت انه قتل محروس اخوي؟ يعني طار انا كمان ولا يمكن اهم الواصل؟ كفايه لحد كده. ووعاكي اسمع انك هوبتي ناحيته تاني، فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا سيدي. الا بالحق انا جبت لك نصيبك من ايراد البضاعه. الله يرحم اللي راحوا، الكلاب ما كانوش يستجروا يعملوا كده قبل سابك. انسى انسى يا سيدياب. المهم شفت الواد منصور بيجي شبهك صح صح. انت تلاقيك بتحب 16 واحده عريان في وقت واحد، نصب في الحب يعني. لا مش قوي يعني، بس في منهم اللي كنت ايه بنصب عليهم وبحبهم في نفس الوقت. فقط وسخ. عملت لك ايه انا؟ عملت لك ايه؟ حاطط نقرك من نقري ليه؟ انا لو عايز اذبحك دلوقتي هذبحك، بس انا مش وسخ زيك. ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ انتوا الاثنين حبس انفراد عشان تبطلوا تتخانقوا مع بعض. يلا خدوا يلا يا باشا. هو خلاص مش عايز ولا كلمة. وادي يا سيدي الصندوق اللي اتفقنا عليه. تعيش يا ريس طاهر. شوف بضاعتك قبل ما تمشي. عيب يا ريس، الدار امان. ويعني انت هتروح فين؟ طيب يعني طالما الدار امان فين فلوسك؟ وادي فلوسك اهي. تسلم تسلم وتعيش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ألف سلامة. كده حلوت على الآخر. كل صندوق أبيعه أسلك منه حتتين سلاح وأبيعهم لحسابي، ولا من شاف ولا من دري. بس الانفرادي عشان بشوفك يا سلمى. تكونش ناوي تورثني بالحياة وتكوش على الورث لوحدك
واختك ومرات اخوك ما يطلوش ولا مليم. ايه ده؟ انا حاج؟ ايوه انت، بس ده مش هيحصل ابدا طول ما انا عايش وفي الروح. يعني ايه حاج؟ يعني هكلم المحامي يعمل لي وصية بتلت الميراث لمرات اخوك وبنتها علشان احميهم من غدرك. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده حاج؟ ده ما يرضيش ربنا ولا شرع ربنا ابدا. العكس، ده هو ده الشرع اللي قال عليه ربنا. يبقى انت كده راجل ظالم وبتظلمني، ولو حصل الكلام ده لحجيب عليها وطيها وبكره تشوف. انت بتشتمني وبتعلي صوتك عليا يا كلب. بقولك ايه، تلاتة بالله العظيم قسما عظما، لو رجلك دي هوبت عتبة المحامي لارفع عليك قضية حجر ان الراجل ده اتجنن وخرف. حجر انت مش ابني، انت مش ابني، انت شطان، انت قلب. بطل بقى الحركات بتاعتك دي كل مره وتشفط قلبك وتروح مرمي على الكنبه. ايه ده بابا يا سوخ نايل؟ الراجل شفط قلبه ومات ولا ايه؟ جبت الحاجات اللي قلت لك عليها؟ ايوه يا كبير، بس انا عاوز اسال، احنا هنقعد هنا كتير؟ شكلها كده لما اشوف اخرتها مع عمي وعياله. اهدى، هما لسه عاوزين ال 40% عموله برضك؟ ما قدامناش حل غير كده. انا عارف انه طماع وبيستغل وضعي، بس نعمله ايه؟ طالما الواحد مكسور لازم نطاطه ونرضى بالموجود. صح، والله يسامح عمك وعياله. عمل لنا حاجه ناكلها. عيني. انت بتعمل ايه هنا يا ضيا منتن انت؟ ولا حاجه يا اخوي، داني بس سمعت الانارب بتصرخ فافتكرت في حرامي ولا حاجه. لا وانت امين قوي يا روح امك. اكيد يا اخوي، ما هي حاجتك حاجتي. لا يا اخوي حاجتك حاجه وحاجتي حاجه تانية، واياك تدخل لي الحاجات في بعضيها. اللي تشوفه يا اخوي. وبعدين حسك عينك تهوب ناحيه عشه الارانب دي تاني. ليه هي فيها؟ ما فيهاش حاجه يا اخوي، ما فيهاش حاجه، بس زي ما تقول كده الارانب بتتنظر، وانا كل ما ابص لهم الاقيهم اتمقتوا كده وخسوا وكشوا. ما تخافش يا اخوي، عيون الحبايب ما بتحسدش. لا بتحسد اليومين دول يا اخويا، بتحسد. طو عليك وعلى ضحكتك النتنه. شد حيلك يا حبيبتي، البقاء لله. شد على الله يا حاج، والله تعبناكي معانا. اوعي تقولي كده، ده احنا اكتر من اهل. الحاج طول عمره كان راجل طيب، ربنا يجعل نسبه الجنه ان شاء الله. امين يا رب. حبيبتي خلي بالك من نفسك، انت واخوكي دلوقتي ملكوش غير بعض. قولي لها يا حاجه، قولي لها ده الدم عمره ما يبقى ميه. والله منير مش مخليها محتاجه اي حاجه خالص، واخد عهد على نفسه قدام ربنا انه هيكون في مقام ابوها واخوها في نفس الوقت. محدش عملها قبلك. الناس طول عمرها بتترجى الرحمه مني، ما برحمهاش، وعمري ما احتجت لحد. تيجي انت تعلم عليا؟ جميلك ده على راسي يا عمو، ومن النهاردة يحرم عليا أذيتك لمدة الدين. يعني خلاص لعله أصحاب وأخوات وحبايب ولا هتغدر؟ أنا بفهم في الأصول، وعلى فكرة بقى أنا كنت مزقوق عليك وواخد عربون كمان. مزقوق عليا؟ مين اللي زقك؟ الواد زين. زين؟ ومين اللي زق زين ده؟ واد اسمه أبو لغم. أبو لغم وزين؟ بقول لك ايه، سيبك من ابو لغم وسيبك من زين، قول لي لعل ايه اللي حدفك الحادثه السودة دي؟ ما تقوليش انا ماليش دعوه، انا بتاع الصعيد وكانت القضيه ست شهور. انا افتكرت
طمعي وغباوتي. ما انت عارف انا طول عمري شغال في البلطجه، قلبت التخصص وقلت اشتغل في النصب، طلعت الطلعه والتانيه وللاسف بقى في الثالثه وقعت وشرفت هنا 5 سنين. ما دي غلطتك يا اخي العلو. هو سكتنا له دخل بحماره، كنت ماشي في البلطجه والاشياء بومبون، ايه اللي خلاك تغير الكارير بتاعك؟ النصب ده فلسفه، علم، شياكه، اخلاق، دخلت بالحمار خليه يلبس البس. سيبك منه يا معلم، ما هو الله الشاطر. عندك حق يا دبوب، ما هو الله الشاطر. يا حسام باشا انا عايز اقول لك على حاجه، ما تزعلش مني والنبي على اي حاجه انا عملتها في حق الغلط وعلى ماده ايدي اللي عايزه تتقطع دي. سماح يا سيدي ولا يهمك. احلى واحده كوكو في الدنيا. طب بمناسبه القعده العائليه دي، مش عايزين تصلحوني انا كمان؟ صحوا صفحه جديده معايا. ايه في حاجه بس استاذ العلو كان واخدها مني في الاول خالص، نظاره مش شايف اي حاجه خالص. لعلو عشان خاطر، عشان خاطر حسام باشا النضاره. الله يكرمك يا رب حبيبتي، وحشاني قوي. ايه ده 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 ايه يا عم؟ في ايه شايف عفاريت ولا ايه؟ ايه المنطقه المعفنه اللي احنا قاعدين فيها دي؟ لا 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 خدها يا استاذ. خد ايه؟ خد ايه؟ البس، انا تعبت من جرجرتك طول النهار. اتفضل يا حكمت، ده نصيبك من اراضي المنحل، وده نصيبك من اراضي بيع المواشي، وده نصيبك من اراضي المزرعه. ما شاء الله، ده الخير جالكم مره واحده. والله الخير جالنا من يوم ما شفناك انت يا وش السحر. ده لولاك انت ما كانش ولا واحد فينا حقق مشروعه. تعرفي احنا بقالنا سنين بنترجوا ونتمنوا نحققوا احلامنا، لكن ما كانش ممكن. وايه اللي مناك؟ الكبير الله يرحمه كان متحكم وما كانش رايد يساعدنا واصل. لكن لما انت جيتي وتحكمتي واديتينا فرصة وخليتينا نشم نفسنا. ربنا يخليك لينا يا وش السعد. ربنا يديم المعروف. دي وش سعد، دي وش بومي. ست حكمة. ايوة يا سمار. في واحد اسمه ابو لغم برا عند البوابة الكبيرة رايدي جابلك. قولي له طلعالة. حاضر يا سيدي. بالإذن يا رجال. اتفضل يا كبيرة. يا الكبيرة قال رجال آخر زمن. الحمد لله على السلامة يا أبو لغم. الله يسلمك يا كبير. طمني، سبع ولا ضبع؟ بصراحة كده قطة بسبعة أرواع. يعني إيه؟ يعني واد الهلالي لسه عايش، محاولة قتله فشلت. يعني إيه محاولة قتله فشلت؟ هو كبير على الموت ولا كبير على الموت؟ المرة دي فلت مني، لكن أوعدك المرة الجاية مش هيفلت مني أبداً. لو سيدياب علم بالموضوع ده هيزعل منيك. أنا عشانك ده خبرتك أنت، وعشمان ما تخبريهوش إلا لما تجيب لكم خبره. ماشي، مش هنخبره إلا لما تجيب لنا خبره. يلا. تسلم يا كبيرة، بالإذن. إذنك معاك. كل يا سيد الناس. يا ساتر يا رب. إيه ده؟ إيه ملوخية وأنارب. أنا ما بسألش على الملوخية، أنا بسألك إيه ده؟ أنارب. ده انت وقعتك سوده ومخططه باسود، ده انا هسلخ لك جلدك وعرقشك بسناني. يا حستي ليه بس يا راجل؟ ده انا لابسه لك الاحمر. ده انت ما فيش احمر منك، انت يا وليه انت، انا مش منبه عليكي، ما حدش يدخل عشه الارانب عشان الارانب ما تتنظرش ويجي لها فره وتموت. طب والنبي ما عتبتيه ولا جيتنا وحيه؟ امال جبت الارانب ده منين؟ اشتريتها من عند ام شعبان اللي فاتحه جنب ترمبه الميه عشان تشيل بركبك وترمي عظمك. يا وليه ده انا ركبي حديد، واوضه النوم دي تشهد على كده. اصبري بس، اصبري لما اكل وانا حوريك الرجوله اللي عمرك ما شفتيه. قلت لما اكل، ده انت متصربعه على ايه؟ طاهر يا طاهر، أنا جيت. طاهر نام يا أخويا نام، ما هو ده اللي انت فالح فيه، تنام وتشخر.
وعلى انا ركبي حديد وقط النوم تشهد. طب اشهد يا قط النوم، يا خساره جوز الانارب اللي انا عملته. يا ريتني كنت عملت لك فول نبت كان وفر لي. يا فارسني، عايزك تسمعني كويس يا عمر، الايد السابقانه كسبانه، عشان كده عايزك بسرعه وفي اقرب وقت تقعد مع سكان العماره بتاعتكم. هيحصل ان شاء الله يا حبيبتي. بس عايزه اقول لك حاجه، عايزك وانت قاعد معاهم تكون ذكي وواعي قوي، يعني تشتري ما تبيعش، وتحاول تقنعهم انهم يسيبوا الشقق باقل سعر عشان نفضي العماره بسرعه ونهدها ونبيع الارض. ما تقلقيش، كل يوم ولا يومين واقعد معاهم ويحصل كل اللي انت عايزاه ان شاء الله. بجد يا عمر، ربنا ما يحرمنيش منك. ما يحرمنيش منك يا احلى لولا في الدنيا. فين اعلام الوراثه يا منير؟ ما عملتوش حد دلوقتي ليه؟ انتي عاوزة اعلام الوراثة ليه؟ عشان ورث معتز. انسي. يعني ايه انسي؟ مش فاهم. معتز الله يرحمه ملوش في الورث. يا راجل، حتى الورث عايز تقزمه على مزاجك. انا مش بقسمه، ده شرع ربنا. وشرع ربنا بيقولك ما تورثش اخوك؟ واضح انك انتي ما قريتيش كويس في الشريعة. انا بقى هفهمك، معتز الله يرحمه مات قبل ما يموت بابا، بالتالي معتز مالوش ورث لانه مات قبل بابا. مين اللي يورث بقى دلوقتي؟ ولاده اللي عايشين، اللي هما انا واختي. ربنا يخلينا لبعض. مستحيل الكلام ده، مش ممكن يبقى مظبوط. لو مش مصدقاني عندك دار الافتاء، ممكن تروحي وتسالي. ما كنتش اتصور ان سفالتك دي ممكن توصلك انك تستفيد من الموت. في حاجتين كمان عاوز اقولهم لك قبل ما تمشي. امر. في إيصال صغير كده على معتز الله يرحمه ويحسن إليه، كتبه على نفسه ب25,000 جنيه، لازم تدفعيهم، ولو ما دفعتهمش هوديهم المحكمة. كمان؟ ده غير بيت الحلمية اللي ورثه معتز من أمه، لينا نصيب فيه ومش هتنزل عنه أبدا، وده شرع ربنا. ربنا؟ هو أنت تعرف ربنا؟ بقولك إيه يا منير، أنا زهقت منك ومن هنا ورايح بيني وبينك المحكمة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. المخازن قربت تفضى، وعمك علام عايزك تكلم له الناس اللي بره عشان تجيب له بضاعه على حسابه. الله عشت وشفت، عمي علام وعياله بتجروا في السلاح. امال يا كبير، دي حالتهم اتعدلت وقشيتهم بقت معدن على الاخر. قل له دياب موافق، بس على شرط هاخد 25% نسبة عمولة. حقك حقك يا كبير، هو يعني اللي بيكسبوه شوية؟ كلامك صح، هقوله بالإذن. استنى يا طاهر، وقوله كمان يفتح حساب برا مصر عشان يقدر يحول فلوس للراجل الكبير، وقوله يحط فيه على الأقل 5 مليون دولار. يا دين النبي، 5 مليون دولار؟ هو ليه يعمل مبلغ زي ده في الفترة دي؟ ولما يفتح الحساب يديني خبر عشان اخبر الناس اللي برا يجهزوا نفسيهم. حاضر يا سيد الناس، بالاذن. 5 مليون. يا كبير، انا خايف قوي من طلب عمك علام ده، وخايف اكتر لا يكبروا عليني. ما تقلقش، هو بيعمل كبير على الناس اللي جوا مصر، بيساعدوه بنقل البضاعه على الحدود، اما لو طلع برا يغرق بشبر المية. ده عمي وانا عارفه. عارفه؟ وما انت عارفه يا كبير، كيف هتعمله؟ كيف؟ عموما انا قلت لك انا مش مطمنه. عادينا حنجربوه بالعملية دي ونشوفوه، وعلى اقل وهدان نكسب عمولة السمسرة. ده من ناحية، ومن الناحية التانية الناس اللي برا يعرفوا اني رجعت على السوق. فعلا يا مدام، اخو جوزك عنده حق، طالما جوزك اتوفى في حال حياة ابيه يبقى مش من حق بنتك تورث بتركة جدها، وتتقسم التركة على الأعمام والعمات الأحياء حسب الشرع. ليه؟ مش ده برضو جدها؟ أيوة مدام، بس وجود العم اللي هو العصب يحجب بنتك عن الميراث في تركة جدها. لا الكلام ده أكيد مش مظبوط. يا مدام ده شرع ربنا ومحدش يقدر يخالفه. استغفر الله العظيم، أنا مش بتدخل في الشرع، بس أكيد في حل. يا مدام إيمان، بنتك ممكن تورث في حالتين. اللي هم الحالة الأولى إن جدها يكون وصى ليها بجزء من التركة قبل وفاته. ده ما حصلش. الجزء الثاني إن حد من عمامها يوهب لها جزء من نصيبه ويديهولها. انسي إن ده يحصل، ده عمها لو قدر كان هياكلها. خلاص يبقى مفيش حل غير الوصية الواجبة. إيه الوصية الواجبة؟ الوصية الواجبة هي الوصية اللي أوجبها القانون للحفيد اللي مات أبوه في حال حياة جده،
وما كانش جده وصله بجزء من تركته بعد وفاته. القانون هنا اوجب الوصيه الواجبه للحفيد وخلاه يحل محل ابوه في نصيبه بشرط ما يزيدش عن التلت. حضرتك متاكد من الكلام ده؟ طبعا ده كلام قانوني ما اقدرش اقول غير كده. متشكره جدا، انا مش عارفه اشكركم ازاي بجد. تشكرين على ايه مدام ايمان؟ ده شغلنا وده واجب علينا. اهم حاجه تبداي تجهزي لي التوكيل عشان ابدا اتابع اعلام الورثه، وربنا بقى يقدم اللي فيه الخير. حاضر باذن الله. طب انا عندي سؤال، انا عارفه انه ملوش علاقه بالموضوع بس نفسي اساله لك من اول ما قعدنا. اتفضلي. طبعا. هو انا شفت حضرتك فين قبل كده؟ أخيرا ربع أرنب بحاله. أني مش مصدق نفسي يا أولاد، ده أني حصورك من الفرح. يا حلاوتكم يا حلاوتكم، ياه أول مرة أحس بالأمان. أخيرا بقيت قوي ومحدش هيقدر يزلني بعد النهاردة. شاهين ده احنا لازم نتكلم. ما بقاش في بينا كلام يا ساهر، خلاص. جرايه يا شاهين، جرايه يا شاهين، انت عايزه تتفرج علينا الناس؟ ولو ما مشيتش دلوقتي حالا هفرجهم عليك بجد، عن اذنك. او اسالوا، مش انت كنت نازل تحط على ارض في الصعيد وانا كنت لسه وناس. جنرال فوكس، جنرال يا فوكس، فوكس اسعاف 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 بسرعه، اسعاف. انت كويس يا فوكس؟ اسعاف. الف سلام عليك يا حسام. انا زعلان، زعلان رفعت دي قوي. طب ما افتكرت تسال عني، ده انا مرمي هنا بقالي سنه ونص. حقك عليا يا ابني، انا فكرت كتير اجيلك بس كان صعب عليا اشوفك وانت البدله الزرقاء. قولها قولها، بعد ما كنت بتشوفني بالنسر والنجمة تشوفني بالبدلة الزرقاء في السجن يعني. بس معلش يا باشا، عندي سؤال لحضرتك يعني. اتفضل. لما هو كان صعب على سعادتك تشوفني كده، ما وقفتش جنبي ليه؟ مش انا راجل من رجالتك؟ مش انا عيل من عيالك زي ما حضرتك كنت بتقول؟ حسام انت عارف موقفي حساس بحكم وظيفتي وما كنتش اقدر اعمل اي حاجه، لكن لما صدقتوا الادله وكذبتوني يا باشا، صدقتوا الفلوس والصندوق وان انا راجل مرتشي وكذبتوني يا باشا، صدقت ظابط ما يسواش ثلاث تعريفه وسعادتك عارف الكلام ده، ما يسواش نجمه من اللي كانوا على كتافي وكذبتوني انا يا باشا، كذبتوا تاريخي، كدبت عمري اللي كان هيروح 100 مرة في 100 مأمورية عشان خاطر البلد، كدبتوا حاجات كتير يا باشا. أنا زعلان. أرجوك زعلان يا رفعت بيه، ما تقوليش أرجوك، أنا زعلان. بس الأيام دول ما تزعلش مني، الأيام دول وحقي هاخده هاخده. أرجوك حسام أرجوك، بلاش انفعال دلوقتي عشان الجرح اللي عندك. جرح؟ يا ريته كان خلص عليا، كنت ارتحت. الجرح ده عمره ما هيلم يا باشا، مش هيلم غير لما اخد حقي. بلغ عمي ان كل حاجه تمام وخليه يحول فلوس من حسابه اللي بره مصر على رقم الحساب دي. حسابه اللي بره مصر؟
الله عيشنا وشوفنا ولاد علام عندهم حساب برا مصر. ألف مبروك يا سي علام على وصول البضاعة. الله يبارك فيك يا طاهر. يعني سمعت إن البضاعة وصلت بالسلامة، بس يعني ما شفتش ولا حتة سلاح واحدة في مخازن سدياب. ونخزنوها ليه في مخازن دياب وإحنا عندنا مخازن؟ براحتك يا سيد الناس، براحتك. وبعدين أنت إيه وسدياب إيه؟ ما أنت واحد. وبعدين مخازن سدياب موجودة طالما هتدفعوا أرضية. لا أنا مش هندفع أرضية يا طاهر، قلت لك عندنا مخازننا. براحتك يا سيد الناس، إيدك بقى على نسبة سدياب اللي متفقين عليها. دياب ملوش عندنا نسبة، دياب بيشتغل بأجرة نفر. إزاي الكلام ده؟ إذا كان سدياب هو السبب في كل الخير اللي أنتوا فيه ده. ده كان زمان يا طاهر. لما دلوقتي إحنا مش عايزينه واصل. يا إما يشتغل عندنا بأجرة نفر، يا إما يبعد عنينا. ولو ركب دماغه هنبلغ عنه الحكومة ونخلصوا منه. يعني ده آخر كلام؟ آخر كلام. وبلغوا ده. ماشي. ماشي يا سيد الناس. بالإذن. مع السلامة يا طاهر. ألف سلامة عليك يا حبيبي. الله يسلمك يا ماما. الحمد لله على سلامتك. انت ليش؟ عمر الشاي باين. انت ايه اللي جابك وانت تعبانة؟ ما انا لو ما كنتش كده اطمن عليك كنت هتعب اكتر. انا زي الفل. صرخ سليم قدامك يا ماما. الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله. عرفت مين اللي عمل فيك كده؟ عرفت، وحسابه معايا قرب قوي. لا يا حسام بلاش لو سمحت، احنا مش مستغنين عنك. ها والنبي يا حسام يا حبيبي، الناس دول ما يعرفوش ربنا. انا بقى هعرفه لهم يا ماما، ما تقلقيش، انا واخد على التعامل مع الاشكال دي كويس. طمنينا شاهين، حسام الصغير عامل ايه؟ كبر يا سيدي وبيسنن دلوقتي، وكمان ما بينامنيش طول الليل. نفسي اشوفه. اوعدك المره الجايه انه هيكون معايا. لا لا بلاش تجيبي ظن هنا، خليه لما اخرج ان شاء الله ونشبع منه. ادعي لي بس يا حسام ان انت تخرج تلاقيه في حضني، لحسن زاهر مصر ياخده مني وما بيزهقش. لا اله الا الله. يا بنتي ما ترجعي له بقى وتريحينا وتريحي نفسك. قول لها يا ابني، قول لها ده انا لساني نشف على الاقل الواد يتربى في وسطيهم. مش هرجع له يا ماما، مش هرجع له يا حسام. انت حره، دي حياتك وانت حره فيها. طمني عليك، اخبار الشغل يا محمد؟ والله الحقيقه مش ولا بقى، في سلاح كتير قوي داخل البلد ومش عارفين مين وراه. انا عارف. عارف؟ اه عارف. تحب اقول لك مين؟ دياب البطاشه يا محمد. مش شرط يا حسام. لا شرط، وانا متاكد من اللي بقوله لك، ولو تحب ادلك على اللي يسلمه لك ادلك. والله لو كلامك صح دلني عليه. في واد اسمه طاهر المصطفي شغال في الاداره عندنا في البوفيه متطوع. الواد ده انا كنت زارعه وسط البطاطش عشان يجيب لي اخبارهم اول باول. وازاي واد مهم زي ده شغال في الاداره ومحدش يعرف حاجه عنه؟ لانه كان عميل سري، محدش يعرف عنه حاجه. واول ما القضيه خلصت مهمته خلصت، وبعد اللي حصل لي طبعا محدش يعرف عنه حاجه. ولسه شغال في بوفيه الاداره؟ هتلاقيه متلقح في البوفيه. انت متاكد انه عمي جالك كده؟ واضح ان قلبه جمد وما بقاش محتاج لنا. بعد ما خلص على البضاعه اللي في مخزنك وكسب من وراها يامي. ما انا قلت لك من الاول يا سيد، عمك ده انا مش مطمن له. كنت عارف متاكد انه خسيس وهيستغل زنجتي. اه ابوي، لو اقدر اتحصل على الفلوس اللي برا مصر. ايه؟ هو انت يا سيدي الناس عندك فلوس برا مصر؟ فلوس كتير، تعبي فدادين بحالها. يا دين النبي، فدادين؟ تجي لها كام فدان كده؟ قول ما شاء الله. فايدتها ايه الفلوس وهي مش معايا؟ ماشي يا عمي، حسابك معايا جه وقته. اوف، سابه نفسه يا عين امه. هو سندوتش ايه ده يا واد يا وهداء؟ ده جبنه وبسطرمه. جبنه وبسطرمه؟ ده ايه العك ده؟ اني عايز لانشون على بسطرمه. والله عنده حق يزعل سيدياب. ده ايه العيله اللي بيعملوا في بعضهم كده دي؟ ده تكون قرف عيله من التنه. السلام عليكم.
محمد بيه. تعمل المستهيف فين؟ واستقال يا باشا، بقاله سنه وزياده ما عادش بيجي هنا تاني. استقال؟ اه يا باشا استقال. ايه خدمه؟ طاهر في شغله في مصر وما بيجيش الا في الاجازات. ما انا رحت له مصر قالوا لي مش هناك. تلاقيه في مهمه سريه، اصل طاهر بيه اخويا دي مسؤول كبير قوي قوي في الداخليه. لا والله. ايوه امال، ده الداخليه كلها بتعمل له الف حساب. لا والله. وما يقدروا يستغنوا عنه، ده لو غاب عنهم يوم واحد يلوصوا. وبعدين يا باشا انا تحت امر سيادتك، يعني لو عايز منه اي حاجه انا ممكن اتوسط لك عنه. لما يجي دي له الكارت ده خليه يكلمني ضروري. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد نجيب الهلالي ضابط شرطي. يا سناسوخي، انا شكلي عكيت في الكلام وخبطت في الحلل. وصلتني اخباريه بتؤكد ان في شحنه اسلحه جديده اتهربت من الخارج وجاري توزيعها داخل البلاد، والمطلوب منكم سرعه التحرك، ضبط الجناه، مصادره الشحنه. انا اجتمعت بيكم دلوقتي عشان اعرض خطتي، وبالتالي كل واحد فيكم هيعرف مهمته. محمد نجيب الهلالي ده اخو حسام بيه؟ معرفش، هو ساب لنا علوانه وقال انك لازم تكلمه عشان عايزك. يا ترى ده عايز ايه؟ معرفش. واني بسالك انت يا بهيمه؟ طب ما تكلمه يمكن تعرف. اكلمه؟ يا خبر بفلوس؟ بعد المكالمه يبقى ببلاش. قري يا ولي، قري من قدامي عشان اعرف اكلم الراجل. الو محمد بيه؟ أنا طاهر المصطهي. ايوه أنا قلت كده والله. طمني يا باشا، حسام بيه اخباره ايه؟ ربنا يفك سجنه. أنا تحت امرك. أنا كده كده نازل مصر الصبح. طب خلاص نتقابل هناك الساعة 6. السلام يا باشا. يا ترى عايز ايه دي؟ عايز اقبض على دياب. دياب؟ واني مالي ومال؟ انا من ساعة اللي حصل لحسام بيه واني ماليش أي دعوة بالشغلانة دي، سبته. يعني ايه يا طه؟ يعني خلاص يا سعادة الباشا، أنا دلوقتي بشتغل شغلانة تانية. عايز اقبض على دياب. طب يا باشا يعني اديني شوية وقت وأنا هعس، وأي حاجة هعرفها حاجة أقولها لك. هتجيب لي المعلومات إمتى؟ قول يا رب يا سعادة الباشا. أي معلومة تعرفها تيجي تقول لي على طول يا طه. أوامرك يا باشا. بقول لك إيه يا فوكس؟ فك من الكآبة اللي أنت فيها دي، بهت علينا. الله، إحنا كنا فرفوشي نعنوشي، بقي وقع مني مش عارف أضحك تاني. فيها يا جنرال بقى؟ نتحزم ونرقص لك؟ فكها دي او هتعدي يا رجاله، ما تحملوش هم، ناموا انتوا ريحوا بس. مفيش حاجه اسمها نوم واحنا شايفينك كده، ننام ازاي يعني؟ بقول لك ايه؟ هفكك يعني هفكك، افكك منين؟ بقول لك ايه؟ اللي زعلك يزعلنا، واللي يفرحك يفرحنا، ولعله خير ان شاء الله. عندك حق، لعله والله. يا رب لعله، يا رب يجي الخير. ربنا ما يحرمنيش منكم يا رجاله. صحيح الناس معادي ما تعرفهاش الا لما تعاشرها. على راي المثل تعرف فلان يعرفه، عاشرته لو ما عاشرتوش تبقى ايه؟ ما تعرفوش. وانا عرفتكم وحقكم عليا لو حد زعلان مني في حاجه. فك يا فوكس. حاضر يا ريال. يلا رجاله تصبحوا على خير، ريحوا. احكي لي يا دياب، انا عمك اخو ابوك. لو كان ابويا عايز كان برك رصاص مسدس في راسك، ودلوقتي هي الوقت نبعتك انت وهو للاخر عشان تسلموا على ابويا واخويا جابوا الكمال. ما توديش نفسك في داهيه يا ديان. انا كدي ولا كدي رايح داهي؟ وما تنسوش شيء، اني واقف عقلي بالاعدام. انتهت على روحكم، انتهت على روحك يا ديان. حد كده اخرتك هتبقى الليله ولا يدك. اجل يا تمام، بلاش اقتل ابوك واخوك قدام عينيك. قبل ما تعمل كده اكون ضحك بالنار وفرتك دماغك دي، ونسلم جدتك الحكومه واكرموني كمان. ارمي سلاحك يا دياب،
وخلينا نتفاهموا بالهداوة. هدار! هدار يا عمي! وانتوا اللي عاوزين تقتلوني لعبة الملعب! هاجني وانت اخوي! دلوك! دلوك افتكرتني وانت اخوك! الجرابة حاجة وشغل حاجة ثانية يا ولد منصور. وانتوا أول من شرع العرف ده! انت وابوك واخوك فاكر؟ ولا نسيتوا كنتوا بتعملونا كيف؟ طول عمرنا طول عمرنا بنعاملكم ولاد عمنا. انتوا ما كنتوش بتعاملوا ربي اصله! احنا ما حصلناش عليكم انفار حد! اسمع يا دياب، لو قتلت واحد منينا مش هتلحق تقتل التاني، الباقي هيخلصوا عليك. خلينا نتفقوا مع بعض اتفاق جديد. قدامكش غير كده يا ولد اخوي، انت كده اللي خسران، ولو نزلت السلاح يمكن تكسب. نزل يا تمام مسدسك. وانت يا همام، كده عين العدل، عشان كده انا مش هقتلك. يكون في علمك يا واد منصور، الماضي خلاص راح واتدفن مع ابوك واخوك، ومن النهارده هكون في نظام جديد. لو عاوز تشتغل معانا هديك اجره نفر. كيف؟ كيف انا اللي بجيب البضاعه؟ مش واقفه عليك، في غيرك كتير يتمنوا يوردوا لنا بضاعه، ولا الحوجه ليك. وانت مش مقدر ضعفك ولا ايه؟ ولا عامل حساب لوضعنا الجديد اللي خلانا اقوى منك؟ هتعيش يا واد منصور، هنسيبك تعيش، بس اوعى تخرج عن طوعنا. لو حسينا انك بتلعب بديلك كده ولا كده هنبلغ عنك الحكومه، فاهم؟ حاضر يا عمي، حاضر يا عيال عمي. اول ما رتبوا للعمليه هبلغكم. اشوف وشك بخير يا باشا. كفاره لعله، ولو انك هتوحشنا صح. انت اللي هتوحشني يا باشا، وربنا يفك سجنك قريب ان شاء الله. قادر يا كريم، ناوي تشتغل ايه لما تخرج؟ اي شغلانه قاسمها لي ربنا، ان شاء الله كومبارس في السيما. المهم ان انا خرجت من هنا، وعايزك يا باشا تسامحنا على اي دقه ناقصه عملتها معاك. يسامحك لعله، والله العظيم يسامحك من قلبي. السلام يا زميلي. سلام يا بوب. سلام يا حبيبي، هحصلك. هتوحشنا يا لعلو، بس باذن الله خير ان شاء الله. لعلو، لولا ان انت حبساجي كنت اتمنى تبقى اخويا. هتوحشني. كلنا في الهوا سوا. لسه ما ماتش. كيف يعني؟ انت ما كانكش حد خلصنا منيه وهو في سجنه؟ وحياتك مرتين، مره فلت منيها، والثانيه السلاح بدل ما يجي في قلبه صاب جنبه. والحل دلوقتي ادخل عليها في سجنه؟ اطمن، هنجربه مره ثالثه، والثالثه ثابته. ثالثه ورابع وعشره كمان. اقتلوا يا ابو لغم، اقتلوا. انا قابلت طاهر ووعدني ان هو هيبلغني اي معلومه يعرفها عن دياب. ابوس ايدك يا محمد، انا مش هرتاح ولا يهدى لي بالي لما اشوف دياب ده متعلق في حبل المشنقه. متقلقش، طمني عليك، انت عامل ايه؟ زي ما انت شايف على حطه ايدك اهو، مستني الايام تعد واخلص. هانت، انا سبت لك فلوس في الامانات عشان لو عاوز تعمل اي حاجه بيها. ازمه وتعدى يا حسين. دي ابدي ودي مدارس وراحت عليه خلاص، وبقي عامل زي الشيخ شيخه في يدنا. كلمونا عين تخلصوا عليه، لاجل حكمك ما تترمل زي ما انا ترملت. لا يا نجيب، اهو دياب بالذات يا نجيبه لازم أن يعيش. ليه؟ على راس ريشه اياك ولا اغلى من جابر جوزي؟ لا ده كلب ولا يسوى، بس انا افهمك يا نجيبه. دياب ده هو الوحيد اللي عارف طريق الراجل الكبير ومصالحنا في يده. وانت اطمني، أول ما نخلص من العملية اللي جاية هنجيب عليها وطيها ونخلص منه. كده؟
ربنا يطمنك يا بابا. خليك لي الباقي في حياتك يا دولار. شد حيلك يا دولار، ده امر ربنا اخويا والله. انا اللي موتها يا جماعه، انا اللي موت امي. ما تقولش كده يا دولار، مامتك دلوقتي في حته احسن من هنا، مامتك في الملكوت مع ربنا. ده عمرها ولكل اجل كتاب. بس انا لو ما كنتش دخلت السجن كانتش ماتت بقهرتها عليا. وحد الله، انا كل اللي وجعني انها ماتت وهي زعلانه مني. دولار حافظ الفاتحه، حافظ الفاتحه، اقرا الفاتحه لامك. ما تقوم يا دي يا وهدان تعمل لنا كوبايتين شاي. ماليش نفس. اعمل كوبايه واحده يا معفن. طاهر. ايوه يا سيد الناس. عاوزك تبلغ عمي اني كلمت الناس اللي بره وخليه يجهز نفسه العملية الجديدة، وتقول له يحول الفلوس على نفس الحساب اللي حول عليه قبل كده، لانه الشحن حتكون على وصوله ظرف ايام. الله اكبر، هو ده الكلام؟ خلينا بقى نرجع نشتغل زي زمان بدل قعدتنا اللي جايبنا الخساره دي. وعاوزك تتصل على الحكومة وتقول لهم على مكان وزمان العملية، وتقول لهم انه دياب حيبقى في العملية كمان، ولما يسألوك عن اسمك وتقول لهم فعل خير وتقفل السكة جوا، مفهوم؟ والنعمة الشريفي أنا ما فاهم حاجة. كيف؟ يبلغوا عنك وعن بضاعتنا وعن رجالتنا كيف؟ أنا أقول لكم، عاوز الحكومة تكبس عليهم متلبسين، واللي بيفلت منيهم إحنا هنخلصوا عليه، وبكده نكون ضربنا عصفورين بحجر. أول هام نخلص من عمي وعياله ومحدش يزحمنا في الشغل، وتاني هام محدش حيطلب تاره منيني، وتالت هام لازم الحكومة تعرف إنه دياب اتقتل في العملية دي. فاهم حاجة يا مصطفي؟ أيوة طبعًا. اتقتل وما اتقتلش، يعني نعملوا تمثيلية على الحكومة عشان نقفلوا صفحة دياب ونشتغلوا على نظافة. والله وقتلك على الطبطاب يا طاهر، وبكده تبقى رميت للنقيب محمد علام وولاده عظمه يعضعض فيه، ونفذت وعدك لدياب وثبت حسن نيتك في الناحيتين، ويخللنا الجو اني ودياب ومحدش يقاسمنا في لقمه عيشنا. ساهر. ايوه ماما. ابنك وحشني قوي ونفسي اشوفه. من سمعك بس يا ماما، انا كمان نفسي اخده في حضني واشبح منه. يا ابني اتصرف، اعمل اي حاجه، هاتوا منها، انت مش محامي وتفهم في القانون. يا ماما انا فاهم ان القانون ده هو اللي مسكتني. طب يا ابني ما تحاول تفهمني كده الحكايه دي. انا هفهمك يا بابا. شهندة دلوقتي من حقها انها تحتفظ بالمولود لحد ما يتم 15 سنه. ياه 15 سنه يا مين يعيش، يبقى انا عمري بقى ما هشوفه ابدا. لا يا ست، كل بعد الشر عليك. طب ما تحاول يا ابني تقعد انت وشهندة وتتفاهموا مع بعضيكوا، يمكن توصلوا لحل يريحك ويريحها. دي عنادية، ما ينفعش معاها تفاهم ابدا. بس انا بقى هعرف ازاي اجيبه بطريقتي. هو انت مش كلمت السكان بالذوق؟ وما رضيوش. بذمتك في حد عاقل هيسيب شقة زي دي اليومين دول؟ خلاص، يبقى مش هينفع معاهم الذوق. ساعتها بقى هما اللي جابوا لنفسهم وقطعوا أحسن من ناحته. يعني إيه مش فاهم؟ هفهمك. إحنا بقى هنفضل وراهم لحد ما نزهقهم ونطهقهم ونطفشهم من هنا، تقطع عليهم المية، ولما يلاقوا نفسهم خلاص هيموتوا جوا شوائهم، هما اللي هيطفشوا يقولوا حقي برقبتي، وهيبيعوا بالسعر اللي أنت هتقول عليه. يعني لما اقطع المايه واقفل المحبس مش هيعرفوا يفتحوه تاني؟ محبس ايه اللي انت هتقفله وانت اللي هتفتحه؟ انا اقصد انك تجيب سباك هيحط في المواسير بلك واسمنت ويقفل المايه خالص. ساعتها بقى عايز لهم شهر عبال المايه ما ترجع. في الشهر ده هيعفنوا وينتنوا، ولو صلبطوا اكتر من كده اعتقد ده ان هيموتوا جوه الشقه. الذكاء ده؟ طب ما احنا كده هننتن معاه.
البركه فيك انت بقى تقنع اختك ايمان انها تاخدنا الشهر ده عندها. ما لقيتيش غير ايمان دي بتكره الكره العامه وما اظنش انها هتوافق. هتوافق لان مش هيهون عليها امها تنتن معانا. يا سلام، هتاخد ماما وتسيبنا انا وانت هنا يا حبيبتي ننتن مع بعض. لا، ما احنا هنشبط في امك زي القراد وهنخلي امك هي اللي تقنعها ان احنا نروح معاها. تفتكري بقى ايمان هتوافق؟ هتوافق؟ عيب عليك، انا لولا وفي كل حاجه بطلع الاولى.